مع إتمام الشركات القطرية الإعلان عن نتائجها للربع الأول من هذا العام، كان لقطاعي الصناعة والعقار التأثير على النتائج المجمعة للشركات العقارية خلال الربع الأول من هذا العام. نتوقف مع أبرز الأرقام ونتائج أعمال الشركات. الربح الإجمالي بالنسبة للشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام، لاحظنا بأن هناك تراجعات بأكثر من 10% خلال الربع الأول من هذا العام لتتجاوز 12 مليار ونصف المليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام. لكن لو قارنا هذه النتائج مقارنة على أساس ربعي بالربع الأخير من العام السابق، سنجد بأنها سجلت ارتفاعا بأكثر من 23%. لكن لو لاحظنا بالنسبة للمكرر الربحية يسجل حوالي 13.1 مرة، وبالتالي يعتبر جيد نوعا ما. مضاعف القيمة الدفترية 1.4 مرة، والقيمة الدفترية عند 3 ريالات و11 درهم، ونوعا ما بالنسبة لهذه المعدلات تعتبر في بشكل عام هي جيدة بالنسبة للأسهم القطرية. ولكن ريع الأسهم لاحظنا بأنها سجل تقريبا 3.2%، تعتبر متدنية نوعا ما. أما عائد الاستثمار بأقل من ريال عند 34 درهما خلال هذه الفترة من الربع الأول من هذا العام. لكن كيف كانت نتائج الأعمال بالنسبة لقطاعات البورصة القطرية؟ لاحظنا بأن القطاعات اللي كانت أكثر استفادة خلال الربع الأول من هذا العام هي نتائج أعمال القطاع البنكي، والتي جاءت مدعومة بنتائج كيو إم بي، والذي يسجل تقريبا أكثر من 56% من أرباح القطاع، ولاحظنا ارتفاعات بواحد ونصف النقطة المئوية. كانت هناك ضغوطات واضحة من نتائج أعمال الشركات الصناعية وعلى رأسها صناعات ومساعد نتيجة تراجع الطلب وأيضا التراجع الأسعار، وبالتالي هناك تراجعات بأكثر من 44% لتسجل 2.4 مليار ريال. أيضا هناك ضغوطات واضحة كانت على السلع والخدمات الاستهلاكية بأكثر من 17% من تراجع الأرباح. أيضا التأمين، كان هناك أداء ملفت لهذه الشركات خلال الربع الأول من هذا العام لترتفع بأكثر من 79%. العقارات التي جاءت أيضا متراجع أرباحها، وخاصة من نتائج أعمال مجموعة إزدان، والتي تلاحظنا بأن هناك تراجعات واضحة بأكثر من 10% لنتائج أعمال الشركات العقارية، وأيضا الاتصالات التي كانت مدعومة بالنتائج أريدو، لاحظنا ارتفاعات بأكثر من 40%. وأخيرا النقل، الذي جاء مدعوما بأسهم الشركات النقل وخاصة الناقلات، والتي لاحظنا بالطلب الواضح على هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بالنقل البحري. ولكن أبرز الشركات ونتائجها، لدينا بداية مع الأسهم والشركات التي سجلت أقل ربحية، كانت لدينا المناعي وقامكو وصناعات ب 57%، الأعلى من حيث الربحية، وكما ذكرنا بقطاعيا قطاع الاتصالات وأيضا قطاع التأمين الذي لاحظنا الارتفاعات الواضحة. قطر للتأمين بأكثر من 600% خلال نتائجها بالربع الأول، والدوحة للتأمين بأكثر من 90% كنتائج أعمالها، وأريد بأكثر من 43%. أما الشركات التي سجلت خسارة خلال هذه الفترة، كان لدينا دلالة القابضة ووئدام الغذائية. وأخيرا أبرز الأحداث التي شهدناها خلال البورصة خلال الربع الأول من هذا العام، شهدنا إدراجات جديدة، هذا بالإضافة لعدد من الخطوات التي تم كإطلاق برنامج تمويل الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم أيضا ترقية شركة مقدام إلى السوق الناشئ من السوق الناشئة إلى السوق الرئيسي، وأيضا بإدراجات جديدة في قطاع التأمين. لدينا بيما كان في 16 يناير، وإدراج بنك دخان أيضا ضمن قطاع المصارف، وبالتالي كان ذلك في 21 فبراير، وضم فودافون إلى المؤشر العام لبورصة قطر في مارس من عام 2023. إذن كانت هذه بالمجمل هي أبرز الأحداث ونتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من هذا العام في البورصة القطرية.